تمام، ازيكم عامل ايه؟ طب دي اول حلقة مشروع كده زي ده، هتفتح محل الميكانيكا كار ميكانيك سيميتر 2024. طيب فتحنا سوبر ماركت، يعني بنفتح محلات بس ميكانيكا او ما نعملها، فهنشوف. طيب لازم ندور على قطع بطارية اولها. انا عارف والله عارف. تمام، شيل نشتري بطارية جديدة. تركيب طيب سوري حلو اهي، خلاص كده خلصت الحمد لله. طيب نبيع، يلا نبيع ونعمل شوية فلوس. 37,756، حلو. طيب نجيب عربية تانية بقى. هي جبنا عربية مش يعني في يعني عربيات كتير في اللعبة دي، بس لحد دلوقتي بي فور دليفري 500 5. لا قطع 500 ليه؟ مش عندي بنزين اروح اجيبها. انا عاوز اعمل لايك سبسكرايب شير بين 300 مشترك. شكرا، رب اللعبة تعجبكم زي سوبر ماركت كده ونكمل فيها. نعم انا هجيبها بجد. اوبا والله انت مكنتش عارف والله. طب هي فين؟ استنى هي فين؟ خش كده يعني لف. كده فين العربية؟ سوري ايوه اهي. استنى ارجع. هدي هاتها يلا عالجراش، هنكسرها قبل ما نوصل اساسا. نفس العربية اللي اخبط فيها. اوعى حيوان خبطنا من اول. لف كده بقى يلا، خلي شكلنا وحش. لبسنا في المحل الحمد لله وصلنا، بس مش محلي اقصر براحتي بقى. طيب الاول الجسم اشتغل يد، نعمل لون احمر. هنبص على الكارثة بقى، الموتور يا عم وسع والله. عارف اللعبة انا بقالي كتير ما لعبتهاش بس عارفها برضو ما اتغيرتش. نخش على الموتور، الأدوات نشتري. طيب أدوات ليفل 2 نشوف القطع الميتة دي. أول واحدة اهي اللون الأصفر، شيل. لا مش ده، بطارية ده بريك سيرفو.
استنى، خش على الانجل تاني. ماركت، اشتري قطعة. لا مش هي دي، استنى. كل دي حاجات تبع الفرامل. مش عارف اوي يعني صراحة. ركب خلاص كده، نبيع. طيب بعناك 9800. اللي بعده يفتح يا عم، ما اشوف هدية يا شيخ. الطقم عجل ما تو... لا يعني عربية، نقفل لنا عربية يعني ونجمعها انا ولا ايه؟ جابنا كل حاجة الحمد لله، كل ده في كرتونة. يا ما شاء الله، كرتونة زمنية. ايه ده؟ بلد اقار. ايه ده؟ لا ما كانش فيها الموضوع ده، كانش فيها الموضوع نبني نبني عربية. طيب نبدأ. طيب في طب سيبني، طيب انا هتعامل كده يعني. ماشي، طبعا ندوس عليها خلاص. وصل، ادي كاوتشات ناحية تانية. يلا الجسم بقى، اوبا الكنب. get more parts to finish the car. لا انا عاوز اقفل العربية دي. طب ازاي اجيبها منين انا؟ اجيب اكمل العربية. تمام لازم اخلص الليفل. رينو جوت اوردر يا عم. طب اشوف العربية الاول. تيست تراك، عربية بايظة وخربانة نجربها كده، نصلحها ونجربها تاني. تمام، الاكسلريه يا نهار اسود، ده الحاجة الأسرع منها. 18 شيك بوينت. ده وقع خالص عشان لفة. يا جماعة تقدري في ايه يا عم؟ اكسلريشن مين ده؟ مفيهاش تسارع اساسا، ده مفيهاش سرعة، ده بتجيب 20 بيبان بالصدفة. ال20 دي بتاع ده خدام. ناخد سرعة. أيوة جرب جرب المساعدين. ودي هنفرمل في، لا دي فراملها مش محتاجة، بتفرم هي بتفرمل لوحدها أساسا. تمام ده لازم اول ما اخش البتاع ريبير. ريبير ده عايزه تتبني من اول وجديد. طب انت عاوز نت لحضرتك؟ مش محتاج اعلانات انا الصراحه. استنى شو بوتس اول. ده بايظ. ايوه ده كان فيه ريزيتيت. ايوه عارف. استنى بقى شيل القطعة اللي هناك. لا مش ده، ده تحت.
انزل انزل فرامل سوبرت تاني معلش حاجة تانية كده خلاص جمع ثانية بص الناحية التانية نتأكد احنا لا شغال طيب ماركت نشتري قطع ثانية طيب والبريك نشتري نركب ايوه طيب يلا نكمل لا مش دي صح فيه استنى قطع قرب 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 اهي كده نجربها تاني ركب تمام حبيبي نروح نجرب بقى البينتينج طب ندهنها يا عم اتجهت في جمال خليها زرقاء حلوة زرقاء لا نجربها بقى شو نشوف لا يا تاريخي طيب لو عايز اجربها هاي غلس ما خلاص ام يعني تروتر تروتر الرخمة حبيبي لسه يعني بعد كده الحمد لله رفعت كوتشات حد يجي ينفخ كوتش علينا طيب الكوتش اتفجر اساسا عشان عايزين يعني طريق سيتي نجيبها فقار العربية كلاسيك دي هاتها 13,000 طيب هاتها خلاص بس محتاجين نكسب فيها كتير دي لا بي في الدليفري خلاص فيكس ايه الحاجات دي مكانتش موجودة كلها طفت امتى فوق اللي بعده اللي بعده اللي بعده طيب هلا تيك تيك اوف ايوه لازم نظبطها في النص ايوه دوس تمام لا ما جاتش ما جاتش ما جاتش دوس ربيتك دوس دوس طيب اشتري ونيو طاير ندخل تاني موال ده تمام تانية بس كده تاب اند روتيت تمام سماكت ونسبيرين ماشي نظبط دي كده يعني استنى طيب اهو تانية ايه تالتة الموال ده كل ده عشان كويتش الحقيقة دي بالظبط يعني محاكاة محاكاة ما شاء الله هو كلهم مميزين ايوه اصلحها لي ببلاش انا بحب البلاش هاي كواليتي يا ريت في لغة عربي ايوه عربي بس قصر لا موسيقى لو ده عليا غسيل السيارة طيب الحمد لله
العربية خربانة خالص، أعطوا بكمية ألف دي. الناحية التانية غير اللون، خليها سيلفر. والله مش هي دي بيضة بس. ماشي محرك، هنخش على المصايب كلها. رب استر. طيب اظهار الاجزاء، بطارية، كاوتش، لا فرامل. طيب التفكيك، خش على البطارية اول حاجة. في ايوه الجزء، ايوه بتاع ده تحت، المستخبي تحت يعني. اها لا مش ده، مش ده، مش ده، مش ده، مش ده، مش ده، عيب علبة الزيت. ايه اشمعنى ده بايظة لسه؟ العربي يعني اللعب اللي فيها عربي دايما فاكك. ارجع انجلش تاني، انا فاهم انجلش احسن. فين الانجلش يابا؟ ايه الفرق كده؟ هي هي مش فارقة. ايوه انجلش ثانية، لف كده. ايوه انا بشد طبعا عشان نفك كده. انجلش هي كمان. ها شيل، فيش حاجة تانية كده. شو بارتس، الناحية التانية، الناحية التانية، استنى لف، خش هنا. طيب نجيب الحاجة، هنا بطارية كده. استنى انزل لسه، هي دي تاني. بنزين، فلتر، كان فرامل. لا مش ده، رجع اطلع اطلع اطلع. جير بوكس، انتو اسمها. طيب بريك، هي بريك ديسك تهيألي. اشتري منها اتنين، نركب. ايوه هي دي، حط نركب باقي القطع. حط يا ابني حط. تمام، نروح على الكاوتش الناحية التانية. لف يا باشمهندس، لف ركب حط اللي بعده. كان ناقص البطارية وفلتر بنزين. تمني يبيع البضاعة البيضة اللي عندنا أصلا. خلاص العربية دي وخلاص، نركب البطارية، ننتقل هناك. لف يا عم لف، انت احوى كده ليه؟ لف لف يا اسطى لف، لف ما تشلنيش. هات البطارية. أيوة اللي تحت. لا دي هي هي، فلتر الزيت صح. لا معليش، سوري سوري. أنا هات الانجن، اشتريت حاجة تانية أساسا. فلتر زيت. انت ما عملت الترجمة؟
اي اوي اوي الفلتر، استنى اوي الفلتر اهو لقيته، تعالى يابا برافو عليك، 25 واحد رخيص. حط اللفة السوداء دي تاني. طب انت احمل في اللف ولا في، مش فاهم. يا رجع سكة، اتفضل. تمام الحمد لله، ويل دان ويل دان. نكمل عربيتنا سندخل الحلقة الجاية. افتح. ايوه بقى العربية بقى، هي عربية كلاسيك اصيلة، كراسي البادي ده كل حاجة ما شاء الله، المرايات الهودي مش ايه كل حاجة. ايه سيتي درايف، او ممكن نسوقها في المدينة. لو بعناها نبيعها بكام؟ احنا شايلين ده 23 ألف، 29 ألف. ابيع يابا، بيع يابا، بيع يابا، بيع. بس كفاية كده، انتي كانت تجربة للعبة، ابغى الفيديو عجبكم، انا مش لك سبسكرايب وشير، ودولي لو عايزين يعني كفاية حلقة واحدة يعني نعملها سلسلة عادي في القناة ولا لأ ولا بلاش، قولولي. يلا سلام.